రాజ్భవన్లో గవర్నర్ నరసింహన్ ముస్లింలకు ఇఫ్తార్ విందునిస్తున్నారు. కార్యక్రమానికి మండలి చైర్మన్ స్వామిగౌడ్, సీఎం కేసీఆర్, డిప్యూటీ సీఎం మహమూద్ అలీ, సీఎస్, డీజీపీ, ముస్లిం మత పెద్దలు హాజరయ్యారు. కార్యక్రమాన్ని లైవ్ లో చూద్దాం. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة فالدرجة رفيعته وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وسلم صفیں درست فرما لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
ضلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك.